طب اسمح لي رامي، انا معايا دكتور احمد عواد رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه. دكتور احمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني نحن امام قول وامام بيان من حضرتك انه الناس قالوا اصله ما فيش الرقابه رفضت عرضه في مصر، لكن حضراتكم وضحتوا انه ما حصلش رفض ولا حاجه ولا يوجد رفض على شيء لم يتم التقدم به، فلو تقول لنا بس الحكايه عشان نزيل اللغط على هذه النقطه. يعني هو باختصار شديد تقدمت المنتجه مريان خوري من خلال مهرجان بانوراما الفيلم الاوروبي بطلب لعرض الفيلم في المهرجان، وانا يعني اديت لها موافقه للعرض في المهرجان، لان الفيلم لما يتقدم للعرض الجماهيري له اجراءات اخرى. فعرضت اتفقت مع يعني هي تعرض في المهرجان، وفي ختام المهرجان انا فوجئت ان هي مطلعه بيان صحفي بتعتذر فيه عن عدم العرض لعدم وصول الفيلم او صناعه للحضور. وده تقدروا ترجعوا للبيان بتاع مهرجان البانوراما الفيلم الاوروبي، وكانت مريان النهارده عندي في المكتب، ويعني بنراجع. يلا قلت لها، قالت لي ايه الدوشه اللي حاصله دي؟ ما انا هم اللي ما جوش. ده بالنسبه لزمان في شهر نوفمبر. طب دلوقتي يا فندم، دلوقتي هي جت تعرف اجراءات التقدم، لان لسه هم ما حسموش امرهم هيتقدموا كفيلم مصري ام كفيلم امريكي. هي بقى الموضوع عند مدام مريان، انا ما يخصنيش. حضرتك بالتالي ما فيش حد تقدم لك على طلب عشان توافق او ترفض. اول مره النهارده نتكلم على ايه الاجراءات اللي المفروض نتبعها عشان نعرض الفيلم. زارتني الاستاذه مريان النهارده الساعه 5 بعد الظهر، وعرفت من الشؤون القانونيه عندنا ايه الاجراءات، وخلاص قالت لي هبتدي امشي في اجراءاتي عشان اتقدم بطلب لعرض الفيلم. نعم. لان لازم تتقدم شركه مصريه او موزع مصري. يعني انا بشكرك دكتور احمد، كويس قوي ان احنا وضحنا الامور. دكتور احمد عواد رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه، شكرا جزيلا ليك يا فندم. رامي اتفضل. احنا بس زلنا لغط مهم جدا، انه ليس هناك موقف مسبق من الفيلم، لا يوجد رفض من الرقابه المصريه ضد الفيلم، ما قيل كله كلام في اطار انه عدم اليقين واخبار غير صحيحه، وده كلام دكتور احمد عواد، وبالتالي الفيلم يتعرض والناس هتشوفه.